السلام عليكم. السلام عليكم. هل تسمعونني يا إخواني؟ هذا الصوت واضح رجاء؟ هل تسمعونني رجاء؟ السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في هذا اللقاء الحي السادس. انتظر بعض اللحظات لتصحيح حتى يلتحق على الأقل البعض من الأخوة والأخوات بهذا اللقاء الحي السادس لمقرر مبادئ الإدارة الفصل الثاني من العام الجامعي 1439-1440. أرجو أن يكون هناك إشكالات تقنية تحول دون التحاق الأخوة والأخوات. إذا مرحبا بكم في هذا اللقاء الحي السادس لمقرر مبادئ الإدارة للفصل الثاني من العام الجامعي 1439-1440. يا ريت تكتبوا لي على الشات حتى أتأكد من أن الصوت يصلكم واضح. الأخ فؤاد والأخت صفية. طيب ممتاز ممتاز، جزاكم الله كل خير. إذا مرحبا بكم في هذا اللقاء الحي السادس، و اليوم سنبدأ الحديث حول بعض ملامح تطور الفكر الإداري. طبعا احنا آخر لقاء اللقاء الخامس أنهينا الحديث عن وظائف الإدارة، وأخذنا فكرة حول علاقة علم الإدارة ببعض العلوم الأخرى. اليوم سوف نبدأ الحديث عن أولى مراحل تطور الفكر الإداري. نعرف جيد أن الإدارة يمكن اعتبارها علم، يمكن اعتبارها فن، وهنا سوف نهتم بالجانب العلمي. وفي الواقع إذا أردنا نمشي يعني في التاريخ، نمشي يعني بعيدة في التاريخ، نستطيع أن نقسم الفكر الإداري إلى مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل القرن التاسع عشر، كانت تسمى الإدارة التقليدية، وهنا ممكن نتحدث عن كل ما هو حضارة مصرية وحضارة صينية، الحضارة اليونانية، العديد من الحضارات، الحضارة الإسلامية التي طبقت العديد من مبادئ الإدارة منذ القدم. ولكن احنا في مقررنا نحدث ان نهتم اكثر بالنظريات الإدارية. ولما نتحدث عن النظريات الإدارية نتحدث عن ما يسمى بالإدارة في العصر الحديث، يعني ما بعد القرن التاسع عشر. وهنا علم الإدارة بداية من القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا مر بالعديد من المراحل، وظهرت طوال هذه المراحل العديد من المدارس والنظريات الإدارية التي حاولت تقديم حلول لبعض المشاكل تحت المنشآت، حاولت تقديم بعض الأفكار التي من شأنها المساهمة في تطوير عملية إدارة المنشآت. وأول مدرسة وسوف نتحدث عنها اليوم هي المدرسة التقليدية، نقدر نسميها كذلك المدرسة الكلاسيكية. المدرسة التقليدية، لما نقول مدرسة طبيعة الحال أخواني أخواتي نتحدث هنا عن مجموعة من النظريات المشابهة،
والمدرسة التقليدية أو المدرسة الكلاسيكية كما يسميها البعض. المدرسة هذه تندرج فيها ثلاث نظريات أساسية. الأولى نظرية الإدارة العلمية، الثانية نظرية شمولية الإدارة، والثالثة النظرية البيروقراطية. سوف نحاول أن نأخذ بعض الأفكار حول هذه الثلاث نظريات، كما قلت هي نظريات تقليدية. إذا النظرية الأولى نظرية الإدارة العلمية، ورائد هذه النظرية هو العالم فريدريك تايلور، الذي ألف كتاب سنة 1911 ميلادي، اللي هو عبارة عن دراسة أجريت في معمل صغير. إذا قام بدراسة وشاهد بعض النتائج التي يمكن تطبيقها على جميع المصانع بحسب رأيه. وهنا فريدريك تايلر بين قوسين إخواني أخواتي، مهم جدا أنه نحفظ رائد كل نظرية. يعني لما نقول نظرية الإدارة العلمية، رائدها فريدريك تايلر، يجب أن نحفظ هذا، يعني هذه نقاط مهمة جدا في المقرر. إذا فريدريك تايلر يقول أنه أول شيء يقول أنه من الضروري فصل، أن يكون هناك فصل بين واجبات الإدارة وواجبات العمال، ولابد أن يكون عندنا نوعين من الإدارة، مستويين من الإدارة. إدارة عليا مسؤولة عن كل ما هو أعمال إدارية واستراتيجية ووضع الخطط إلى آخره، وإدارة دنيا وفيها عمال مسؤولون عن الأعمال التنفيذية. وهذه النظرية، نظرية الإدارة العلمية، ولعل اسمها يدل على ذلك، الإدارة التي تعتمد على الجانب العلمي بشكل كبير، ارتكزت على أربع جوانب إدارية أساسية. الجانب الأول ما يسمى بالوصول إلى السبل المثلى، يعني بحسب فريدريك تايلر هنالك دائما طريقة علمية مثلى التي يعني إذا طبقناها في أي منشأة سوف تعطي نتائج جيدة. وهنا أتحرك أو تحدث عن طريقة علمية في اكتشاف أجزاء العمل وتقسيمات العمل، بمعنى أنه سعى إلى قياس الوقت والحركة، نقصد به حاول قياس الوقت التي تستغرقه كل عملية إدارية أو كل حركة إنشائية أو كل عمل داخل المنشأة، بحيث أنه يحاول أنه يقسم العمل بين الموظفين بحيث لا يكون هناك أي إضاعة للوقت. إذا العملية الإدارة تتم بطريقة علمية بشكل كبير حتى نصل إلى الطريقة المثلى أو السبل المثلى لإدارة المنشآت. الجانب الثاني الذي ارتكزت عليه هذه الإدارة هي ما يسمى بالاختيار العلمي للأفراد. يعني لما نختار الأفراد العمال يجب أن نختارهم على أسس علمية وأن ندربهم بطرق علمية بحيث يعني يستطيعون القيام بواجبهم على أحسن وجه. الجانب الثالث الذي ارتكزت عليه هذه النظرية هو الاهتمام بالحافز المالي. يعني بالنسبة لفريدريك تايلر الحوافز هي فقط حوافز مالية، وإذا أردت الموظف أن يشتغل أكثر ما عليك إلا أنك يعني تضيف في الحافز المالي. الجانب الأخير الرابع الذي ارتكزت عليه هذه الإدارة أو هذه النظرية هي التخصص الوظيفي. يعني من الضروري أن نقسم العمل بين إدارة عليا معنية بكل ما هو التخطيط والتنظيم، وإدارة دنيا أو إدارة العمال الذين هم معنيون بالتنفيذ، وكل واحد منهم يجب أن يقوم بعمله دون أن يتدخل في عمل الآخر. فهذا التقسيم، خلينا نقول تقسيم يعني شديد أو تقسيم صارم إن شاء الله بين إدارة عليا وإدارة دنيا. ومن خلال هذه الجوانب اقترح فريدريك تايلر من خلال هذه الجوانب ومن خلال الدراسة التي قام بها على مصنع صغير، اقترح خمس مقترحات الذي يعتقد أنه إذا طبقت بشكل صحيح فسوف تؤدي بدون شك إلى زيادة كفاءة الإنتاج. إذا اقترح خمس مقترحات تايلر
ويعتقد من وراء هذه المقترحات انه اذا طبقناها فسوف تزيد كفاءه الانتاج داخل المنشات. المقترح الاول هو ازاله الجهد الغير مثمر، يعني عبر قياس الوقت وتقسيم الوقت يعني بطريقه خلينا نقول دقيقه جدا على مختلف الاعمال والوظائف، هذا بهذا الشكل سوف لن يكون ذلك اي اضاعه للوقت، وسوف لن يكون ذلك اي جهد ضائع غير مثمر. ايضا اقترح او اكد على ضروره ملائمه العامل للاعمال التي يقوم بها، يعني من الضروري اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، يعني كل موظف ضروري ان يشتغل في الوظيفه يعني خلينا نقول الوظيفه التي تتناسب مع امكانياته بحيث ان يكون عنده مردوديه عاليه. النقطه الثالثه المقترح الثالث هو ضروره العنايه بتدريب العمال على متطلبات الاعمال الواجب تاديتها، يعني من الضروري العنايه بالتدريب، خاصه اننا نتحدث على الجوانب التقنيه، كيف ندرب العمال على القيام بمهامهم او المهام المطلوبه منهم. رابعا من الضروري تقسيم العمل وفق التخصصات والنشاطات المختلفه، يعني لابد ان يكون هنالك تقسيم العمل وان كل شخص يشتغل في مجاله حتى يكون العمل الاعمال فيها كفاءه عاليه. واخيرا نقترح انه من الضروري وضع مقاييس علميه للاعمال التي يجب انجازها، مقاييس علميه للاعمال التي يجب انجازها، فمن الضروري ان نضع نموذج او زي ما نقولوا سامبل وتكون فيه المعايير وفق معايير معينه دقيقه توضح كل خطوه من خطوات الانتاج وتوضح كل عمليه من عمليات الانتاج حتى يتم العمل فعلا وفقا لهذه المقاييس الموضوعه بطبيعه الحال حتى يكون العمل بكفاءه عاليه بطبيعه الحال. هذا حسب راي فريدريك تايلر. و بين قوسين اخواني اخواتي النظريه هذه في ذلك الوقت، يعني نتحدث على نهايه القرن التاسع عشر بدايه القرن العشرين، النظرية هذه في ذلك الوقت أعطت أكلها بشكل كبير، ويرى المختصون أن النظرية هذه لها إيجابيات عدة، أن النظرية هذه ساهمت في وقت من الأوقات وبشكل فعال في ارتفاع مستوى الإنتاجية وانخفاض التكاليف داخل المنشآت. يعني في وقت من الأوقات المنشآت التي طبقت الأفكار الموجودة في هذه النظرية فعلا يعني استطاعت ان ترفع من مستوى الانتاجيه وان تخفض التكاليف. ايضا نقطه ايجابيه اخرى ان هذه النظريه، هذه نقاط مهمه جدا بطبيعه الحال، هذه النظريه تعتبر نقطه تحول اساسيه اعطت للفكر الاداري وزنا يماثل العلوم الاخرى. وهي اسمها نظريه الاداره العلميه، يعني ننظر الى الاداره على انها ايش؟ يعني وبالتالي من خلال المبادئ التي اتت بها هذه النظريه اصبحت الاداره فعلا علم يوازي او له وزن يماثل العلوم الاخرى. وهذا بطبيعه الحال تعتبر نقطه انطلاق او نقطه تحول اساسيه في الفكر الاداري. ولكن هذه النظريه لا تخلو من السلبيات، واهمها النقطه السلبيه الاولى ان النظريه هذه تعامل العامل وكانه اله، يعني كما قلنا قبل شوي الحافز او حسب تايلر الحوافز هي ماديه فقط، وبالتالي وكان العامل اله يمكن التحكم فيه عن طريق الاغراءات الماديه، وبالتالي يعني نجرده من 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 او لا نعطي اي اهميه للنواحي الانسانيه والسيكولوجيه التي ممكن تهم العامل، بالتالي ننظر العامل وكانه اله لا يفكر، ليس له عقل وليس له مشاعر. بطبيعة الحال هذه نقطة سلبية. النقطة السلبية الثانية أن هذه النظرية اقتصرت على دراسة مصنع صغير ومستويات معينة من الإدارة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هذه النظرية هي نظرية شاملة أو يمكن أنها تكون شاملة باعتبار أنها اقتصرت على دراسة مصنع صغير. مصنع صغير، إذا لا نستطيع أن نقول أن الأفكار هذه يمكن أنها تنجح مثال في مصنع كبير أو في مصانع أخرى. إذا هذه تقريبا أهم الأفكار الخاصة بنظرية الإدارة العلمية.
في نظرية أخرى لا تقل أهمية أخواني أخواتي في هذه المدرسة الكلاسيكية والمدرسة التقليدية، اللي هي نظرية شمولية الإدارة. نظرية شمولية الإدارة التي طورها المهندس الفرنسي هيري فاير، وهو الذي يعتبر رائد هذه النظرية. و يعني النظرية هذه جاءت وحاولت أن تضع بعض المبادئ الخاصة المبادئ العامة للإدارة، والتي من خلالها حاول فاير أن يتفادى نقائص النظرية الأولى اللي هي نظرية الإدارة العلمية. إذا هاري فاير وضع نظرية يعتقد أنها شاملة، عشان هيك اسمها نظرية شمولية الإدارة، تشمل جميع الإدارات، جميع أنواع المنشآت، جميع المصانع. وانه يعتقد انه المبادئ التي راح نتحدث عليها بعد قليل التي وضعها، اذا نفذت بشكل سليم ويمكن ان تطبق في المنشاه مهما اختلف حجمها او نشاطها، ويمكن ان تعطي نتائج افضل من نتائج نظريه الاداره العلميه. وهاري فاير او عفوا اي هذا هو هاري فاير او اتحدث اول شيء عما يسمى بعناصر الإدارة. يعني هنا لم يتحدث فقط عن الأمور التقنية كما قام فريدريك تايلور، لا، حاول يتحدث عن أمور إدارية أكثر. تحدث عما يسمى بعناصر الإدارة، تحدث عن المبادئ العامة للإدارة، وتحدث كذلك على الصفات الإدارية التي يجب أن تتوفر في الإداري الناجح. يعني على سبيل المثال نتحدث على عناصر الإدارة، فايل يعتقد أنه أي منظمة اقتصادية لابد أن تمارس 6 أنشطة تشكل في مجموعها عناصر الإدارة. يعني بالنسبة لي أي منشأة يجب أن يكون فيها عنصر فني الذي يهتم بالإنتاج يعني والتصنيع، الكبيرة لا يوجد عرف، أوكي، الأفكار هذه كلها يعني مستوحات من الحلقات المسجلة في نظام التدريس. العنصر الثاني اللي هو عنصر تجاري يهتم بكل له بيع وشراء. العنصر الثالث هو عنصر مالي يهتم بتوفير رأس المال وإدارة المالية. العنصر الرابع اللي هو عنصر وقائي يهتم بحماية الممتلكات، ممتلكات المنشأة بطبيعة الحال خاصة. العنصر الخامس هو العنصر المحاسبي الذي يهتم بكل ما هو تقارير حول التكاليف وعدد الميزانيات إلى آخره، نتحدث عن الجوانب المحاسبية. وعنصر سادس هو عنصر إداري يهتم بوظائف الإدارة إنشاءنا اللي هم التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. وعناصر الإدارة يعني بالنسبة لي لهاري فايف، لأنه أي منظمة لابد أن تمارس هذه الأنشطة الستة أو هذه العناصر الستة اللي هي الفنية، التجارية، المالية، الوقائية، المحاسبية والإدارية. بالتالي هنا بنلاحظ يعني فرق نوعا ما مقارنة بنظرية الإدارة العلمية، أنه بدل الحديث على مستويين إداريين فقط، يعني الإدارة عليا والإدارة دنيا، لا، نتحدث عن أكثر من ذلك، نتحدث على وظائف داخل المنشأة، وظائف مختلفة داخل المنشأة، وهذا يخلي النظرية هذه فيها شمولية أكثر من نظرية الإدارة العلمية. أيضا هاري فايل إخواني أخواتي تحدث عن الصفات الإدارية، تحدث عن 6 صفات إدارية مطلوبة في الإداري الناجح. بالنسبة لهاري فايل وهذه كل أفكار يعني في ذلك الوقت تكون موجودة، عشان هيك تقدر نقول أن نظرية شمولية الإدارة فعلا يعني أعطت بصمة كبيرة جدا، يعني أدخلت العديد من المصطلحات والعديد من الأفكار الجديدة في علم الإدارة التي نستخدمها إلى يومنا هذا بإذن الله. لما نتحدث إحنا على وظائف الإدارة يعني بشوف أنه هاري فاير تحدث عنها منذ ذلك الوقت، يعني منذ نهاية القرن 19 بداية القرن 20. إذا هاري فاير بيقول أن هنالك 6 صفات مطلوبة في الإداري الناجح. أولا الصفات البدنية، يعني
لابد أن يتمتع الإداري بالصحة والقوة وصلابة البدن، يعني هذا بالنسبة لهنري فاير مهم جدا أنه الإداري يتمتع بصحة جيدة بالصحة والصلابة التي تمكنه من القيام بالأعباء الإدارية الكبيرة لشانه. كذلك من صفات الإدارة الناجح حسب هنري فاير هي الصفة العقلية، يعني لابد أنه الإدارة الناجح يكون عنده قدرة على الفهم والدراسة والحكم على الأشياء بطريقة جيدة، لابد أن يكون عنده قدرة على تقدير العواقب، يعني لازم يكون عنده نظرة ثاقبة إن شاء الله وقادر أنه يتوقع يعني تداعيات أي عمل أو أي مشكل ممكن يحصل داخل المنشأة. صفة ثالثة هي صفة خلقية. خلقي يعني من حيث السمات، يعني لابد ان يكون شخص عنده حيويه، عنده حزم، عنده روح ابتكار. ان شاء الله الاداري الناجح الذي لا يتمتع بالحزم، لا يتمتع بالنشاط، صعب جدا ان ينجح في عمله الاداري. صفه رابعه هي الثقافه العامه. يجب ان يكون الاداري الناجح ملم بالمعلومات الخاصه ويعرف العالم المحيط به، يعني مثال احنا نقول اداري ناجح داخل منشاه مثل مدير منشأة ناجح لا يهم إن كان عنده تخصص دقيق تسويق أو موارد بشرية أو غيره. صحيح التخصص الدقيق هذا مطلوب، ولكن كذلك يجب أن يكون عنده ثقافة عامة، يعني من كل شيء يعرف شوي وعنده فهم للبيع، للبيئة الاقتصادية، للبيئة الاجتماعية. هذه الثقافة العامة تساعده بشكل كبير في التفكير الجيد وفي الإدارة الجيدة للمنشأة. صفة خامسة أخواني أخواتي اللي هي الثقافة الخاصة، وهنا نتحدث خاصة عن مدراء الأقسام. يعني يجب أن يكون خبير وملم بالأمور التي تتعلق بالوظيفة التي يؤديها. يعني على سبيل المثال لما نقول احنا مدير تسويق يجب ان يكون متخصص في التسويق، هذا يعني نقطة مهمة جدا. كذلك الإداري الناجح هو الإداري، وهذه نقطة سادسة، صفة سادسة، هو الإداري اللي بيكون عنده خبرة. الإداري الناجح هو الإداري الذي بتكون عنده خبرة، يعني يكون مارس العمل وعنده خبرة تراكمية لعدة سنوات. إذا مهم جدا أن يكون عنده خبرة، هذه نقطة مهمة جدا في الإداري الناجح. بطبيعة الحال نعرف جيدا أنه الإدارة هي علم وكذلك فن، والفن يولد من وين؟ يولد من الخبرة. بالتالي مهم جدا أن يكون عنده خبرة طويلة تساعده على حسن إدارة المنشأة. إذا هذه أهم النقاط المتعلقة بالصفات الإدارية. هاري فاير كذلك تحدث على نقطة أساسية أخرى إلى الآن معمول بها بشكل كبير، اللي هي مبادئ العامة بالإدارة أو مبادئ الإدارة العامة. وده هاري فاير تحدث على 14 مبدأ أساسي، 14 مبدأ أساسي، وهي من خلينا نقول من لا أقول فقط من الإيجابيات، ولكن خليني أقول من المساهمات الحقيقية التي أتى بها هنري فايل إلى علم الإدارة. وهذه المبادئ هي 14 مبدأ، كما قلنا 14 مبدأ إداري. نقدر نتحدث سريعا عن البعض منها لأن الوقت ممكن لا يسمح بذلك. بالنسبة لهنري فايل، هنري فايل هو من المختصين الأوائل الذين تحدثوا عن مبدأ تقسيم العمل على سبيل المثال، يعني أن كل شخص يجب أن يمارس التخصص بشكل يكفي من استخدام الأمثل للطاقات البشرية. فهنري فايل ومن العلماء الأوائل الذين تحدثوا عن ضرورة تقسيم العمل كمبدأ من مبادئ الإدارة الناجحة. المبدأ الثاني هو مبدأ وحدة العمل، وحدة الأمر. المبدأ الثاني هو وحدة الأمر، يعني أن العامل يجب أن يتلقى الأوامر من شخص واحد ويرفع تقاريره كذلك إلى
الشخص واحد لأنه إذا تجنبنا مبدأ وحدة العمل يمكن يحصل هنالك ازدواجية ويكون الشخص يتلقى أوامر من مديرين أو شركة في نفس الوقت. طبعا الحال هذا سيء سيء جدا من الناحية الإدارية. أيضا بما أنه في وحدة العمل لابد أن تكون الملكة أيضا وحدة التوجيه، يعني حتى لا يكون عندنا ازدواجية في العمل فيجب أن كل الإدارات المتشابهة والأعمال المتشابهة يجب أن تكون تحت إشراف رئيس واحد فقط أو شخص واحد فقط، وهنا نتحدث كما قلت على وحدة التوجيه. مبدأ آخر اللي هو السلطة والمسؤولية، نتحدث على ضرورة وجود توازن بين السلطة والمسؤولية، يعني أنت مسؤول عن قسم معين، يعني أنت عندك سلطة على هذا القسم، وأي شيء يحصل هذا القسم في هذا القسم أنت المسؤول الأول عنه. مبدأ آخر اللي هو الانضباط، بدون انضباط في العمل فلا تستطيع المنشأة بطبيعة الحال تحقيق أهدافها. في عندنا مبدأ سادس اللي هو المركزية، هذه فكرة تقليدية بالأساس، عشان هيك النظرية هذه تتبع المدرسة التقليدية والمدرسة الكلاسيكية. بطبيعة الحال المركزية يعني أن السلطة لابد أن تكون مركزة في الإدارة العليا أو في المستوى الأعلى من الإدارة. مبدأ آخر سابع اللي هو العدالة، لابد أن يكون هنالك موازنة بين الوظيفة والأجر، لابد أن يكون هنالك عدالة في الأجر بحسب طبيعة ونوع الوظيفة. عفوا. أيضا من المبادئ المبدأ الثامن الخضوع للمصلحة، يعني تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، يجب التفكير في المصلحة العامة في مصلحة المنشأة ككل قبل التفكير في مصلحة الفرد، سواء كان مصلحة موظف أو مصلحة مدير معين. أيضا مبدأ آخر اللي هو تعويض الموظفين، يعني إذا كان هنالك جهد إضافي فلا بد أن يتم تعويض هذا الجهد بعائد إضافي، وهذا مبدأ معمول به إلى الآن. لما نتحدث إحنا على الساعات الإضافية مثال في أي عمل بيكون عندها أجر خاص باعتبار أنها تعويض لهذا الجهد الإضافي الذي قام به العامل. في عندنا مبدأ آخر مثال ضرورة التدرج الهرمي في السلطة، يعني لابد أن يكون هنالك هيكل تنظيمي هرمي داخل المنشأة ويكون في مستويات إدارية وكل شخص يخضع لمدير موجود في مستوى إداري أعلى منه إلى آخره. أيضا مبدأ آخر الحادي عشر هو النظام، بمعنى أن كل شيء داخل المنشأة يجب أن يكون منظم بشكل واضح ودقيق لزمان سير العمل بشكل جيد. مبدأ الثاني عشر هو استقرار العمل، يجب أن يكون هنالك عمل مستقر، يعني ليس محبث بحسب هذه النظرية أن ننقل الموظفين إلى من مكان إلى آخر قبل اكتساب خبرة في هذا في 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 عمل معين، وهذا يربك توازن المنشأة. أيضا مبدأ ثالث عشر هو الابتكار، لابد من تشجيع المبادرة وتشجيع الابتكار لأنه من أساسيات تطور المنشأة. أخيرا مبدأ رابع عشر اللي هو الروح الجماعية، لابد أن يكون العمل جماعي، لابد أن يكون العمل جماعي، لابد أن نحث على العمل بروح الفريق الواحد. بطبيعة الحال هذا كله مبادئ أتى بها هيلي فاير في نظريتي نظرية شمولية الإدارة، ولعلكم تلاحظون من قراءة هذه المبادئ بسرعة أن معظم هذه المبادئ إلى الآن هي صالحة ومعمول بها بشكل كبير، وخلينا نقول موصوح بها بشكل كبير. وعليه فأن هذه النظرية فعلا لها إيجابيات حقيقية، والإيجابية النقطة الإيجابية الأولى أن نظرية شمولية الإدارة عالجت إن شئنا قصور نظرية الإدارة العلمية، وبالتالي جاءت لتشمل كل المنظمات حيث ركزت على الأعمال الإدارية بدلا من الأعمال التنفيذية، ركزت على الأعمال الإدارية كما قلنا قبل شوي، المحاسبة المالية
مظاهر إدارية، عنصر تجاري، تحدث أكثر عن الأمور الإدارية أكثر من حديثنا عن الأمور التقنية كما قال تايلور في البداية. النقطة الإيجابية الثانية أنه بدل، وهي مرتبطة بالأولى نشأنا، أنه بدل الاهتمام بجزئية الحركة والزمن في التحليل العملية الإنتاجية، ركزت هذه النظرية على الإدارة كنظرية، ركزت على الإدارة كنظرية يمكن تعلمها ويمكن الإحاطة بوظائفها المختلفة. إذا ركزت على الإدارة كنظرية، هذه كذلك من النقاط الإيجابية لنظرية شمولية الإدارة. ولكن ككل نظرية، ككل فكرة أو ككل علم جديد، هنالك سلبيات. ومن النقاط السلبية أن مبادئ النظرية هذه، خاصة 14 وجهة التي تحدثنا عنها، كانت مجرد عرض، و يعني لم تمارس بشكل يعني تطبيق، وبالتالي يمكن التشكيك في عالمية هذه النظرية. يعني يمكن نقول هذه النظرية في الواقع أفكارها ما هي إلا يعني هيك أفكار أو أطروحات، يمكن أن تكون صحيحة، يمكن أن لا تكون صحيحة، يمكن أن نطبقها، يمكن أن يصعب تطبيقها. يعني ممكن أن نشكك فيها بسهولة لأنها ليست قائمة على تجارب عملية. النقطة السلبية الثانية هو عدم وضوح الرؤية في بعض المبادئ. يعني هنالك بعض الغموض في بعض المبادئ، هذا يخلي العديد من المختصين يشككون كذلك في جدوى هذه النظرية وفي شمولية هذه النظرية. إن شاء الله النظرية الثالثة إخواني أخواتي، اللي هي نظرية البيروقراطية. نظرية البيروقراطية، وكلمة بيروقراطية ممكن معروفة إلى يومنا هذا ومستخدمة بشكل كبير. بيروقراطية هي كلمة يعني أصلها في القاموس بيروكراسي. بيروكراسي، بيرو هو المكتب، كراسي هو حكم، وبالتالي بيروقراطية تعني في الواقع حكم المكتب. حكم المكتب، المكتب ذلك يعني الشخصية إن شاء الله الاعتبارية التي عندها يعني أهمية كبيرة في هذه النظرية. وراء هذه النظرية هو عالم ألماني اللي هو ماكس فيبر. أخواني أخواتي، نقول ماكس فيبر أو ماكس ويبر، يعني كل شخص كيف يقرأ، فيبر أو ويبر. إذا ماكس فيبر اللي هو عالم ألماني مشهور، إيه بطبيعة الحال أخت أميرة، كل نظرية لازم نحفظ رائدها. كل نظرية لازم نحفظ اسم رائد هذه النظرية. هذه نقاط مهمة جدا في هذا المقام. إذا ماكس فيبر عالم ألماني مشهور وضع حجر الأساس للبيروقراطية، والبيروقراطية إلى يومنا هذا مطبقة بشكل كبير خاصة في الإدارات الحكومية. ولو أن معناها في السابق كان معنى إيجابي، الآن أصبح نوعا ما معنى سلبي في العديد من الحالات. إذا البيروقراطية هو النظام الذي يحكم عمل المكتب ويجعل المكتب هو الذي يحكم عمل الإدارة. يعني كل شخص عنده سلطة، عنده يعني يشتغل في مكتب معين، والمكتب هذا هو اللي عنده سلطة معينة. ونقدر نقول كل مكتب عنده سلطة معينة على عمل معين. ومن خصائص أو من أسس النظام البيروقراطي، من خصائص نظرية البيروقراطية، أول شيء الخاصية الأولى التخصص، أن مجالات التخصص محددة رسميا وموثقة، يجب أن تكون موثقة والقواعد كلها مكتوبة، ولابد أن تكون إيش بشكل رسمي. هذه الخصائص البيروقراطية التخصص. والخصائص البيروقراطية التدرج الرئاسي للسلطات، يعني لابد من توظيف المنشأة بشكل إيش، نقسمها إلى عدة مستويات تأخذ شكل هرمي، وهذا الشكل يزيد عدد مستوياته أو ينقص حسب حجم التنظيم وحسب عدد الموظفين. ولكن في كل الأحوال كل مستوى يخضع لسلطة المستوى الذي يعلم. إذا التدرج الرئاسي هي نقطة أساسية في البيروقراطية. وعندما بتلاحظوا البيروقراطية فيها يعني ترتيب شديد جدا، وهذا ليس يعني بغريب. طب الحال رائد النظرية هو ألماني، والثقافة الألمانية نعرف إحنا ماذا تعني في العمل.
النقطة الثالثة والخاصية الثالثة للنظام البيروقراطي هو أن القواعد والتعليمات هي التي تحدد الحقوق والواجبات وتتميز بالعمومية والشمول. يعني الحقوق والواجبات هي دائما نفسها ومحددة عن طريق تعليمات واضحة ويجب عدم مخالفتها. النقطة الرابعة هو ضرورة عدم التحيز في اتخاذ القرارات، يعني أي قرار يجب أن يؤخذ بشكل يخدم مصلحة المنشأة وبشكل يعني موضوعي بدون أي انحياز. النقطة الخامسة أنه لابد أن يتم اختيار العمال وتوظيفهم بناء على الكفاءة، الكفاءة هي الأساس التي على ضوئه يتم اختيار العمال، فلا مجال للتحيز في هذا المجال. النقطة السادسة أو الخاصية السادسة هي استقرار الوظيفي. يعني العامل في المنظمة البيروقراطية يعمل فيها تقريبا طول حياته، وبالتالي يشعر بالاستقرار والأمان الوظيفي، لأن النظام يكفل له يعني العلاوات، يكفل له الرواتب، ويكفل له كل شيء، بالتالي هنالك استقرار وظيفي كبير في النظام البيروقراطي. أيضا النقطة السابعة المكتب، سلطة المكتب، ذلك الشخصية الاعتبارية التي تحفظ فيها السجلات وتحوي على كل الوثائق والمستندات التي تشكل أساس في البيروقراطية. بالتالي المكتب دائما عنده سلطة، عنده شخصية اعتبارية وعنده وزن كبير في هذه النظرية. وعليك النظرية هذه أعطتنا أفكار جديدة، وبالتالي يمكن أن نقول النظرية هذه لها إيجابيات عدة. أول شيء، النظرية هذه أثبتت جدواها في تحقيق الأهداف الإدارية كأداة للمسارعة في النمو الاقتصادي. في وقت من الأوقات العديد من المنشآت التي طبقت هذه المبادئ، المبادئ البيروقراطية، ونظمت عملها بشكل كبير طبقا للأفكار هذه، فعلا استطاعت أنها تتطور وأن تحقق نمو اقتصادي كبير جدا. أيضا هذه النظرية، نقطة إيجابية ثانية، تعتبر أول نموذج يحمل الصفات الأساسية التي يجب أن تتوفر في المنظمات الحكومية. ولعلكم تلاحظوا أن العديد من المنشآت الحكومية، الإدارات الحكومية إلى حد الآن أو إلى غاية اليوم تستخدم العديد من الأفكار الخاصة بنظرية البيروقراطية، بحيث أن العمل يكون فيها منظم بشكل كبير، وكل كل 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 مكتب إنشاء نروح نسوي نخلص إجراء معين، الإجراءات تمشي كل مكتب، هنالك إجراء معين نقوم به، كل مكتب مختص في إجراء معين، والعمل بيكون مقسم بشكل كبير وكبير جدا. ولكن كذلك النظرية هذه فيها سلبيات، وأهمها النظرة الآلية للموظف الذي يجب أن يلائم الوظيفة وليس العكس. فظلينا دائما مع هذه النظرية، نفس تقريبا الأفكار الموجودة في نظرية الإدارة العلمية وشمولية الإدارة، أنه دائما ننظر إلى الموظف وكأنه آلة، ولا ننظر إلى 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 مشاعره أو إلى شعوره وإلى إنسانيته إن شاء الله. النقطة السلبية الثانية هي المركزية. هنا في تركيز كبير على التدرج الرئاسي، وبالتالي والتدرج الهرمي في الوظائف والسلطات، وبالتالي ظلت دائما هنالك السلطة محفوظة عند رأس الهرم، وبالتالي هنالك مركزية كبرى في هذه النظرية، التي مع مرور الوقت إذا بلغنا في هذه النظرية في هذه المركزية يمكن أن يكون فيها آثار سلبية، خاصة لما نتحدث على منظمات تعيش في بيئة متسارعة متغيرة بشكل كبير. فمن الضروري جدا ان يكون هنالك مرونه، وان يكون فيها نوع من اللامركزيه بطبيعه الحال، وتوزيع للسلطات وتوزيع لعمليه اتخاذ القرارات، هذا مهم جدا. اذا النقطه السلبيه كما قلت في هذه النظريه هي كذلك المركزيه. اوكي، اذا هذا تقريبا اهم الافكار التي لدي. كالعادة في نهاية اللقاء بيكون عندنا كويس، واليوم الكويس فيه أربع أسئلة. سؤال من آخر المحاضرة الماضية حول علاقة علم الإدارة بالعلوم الأخرى، وثلاث أسئلة من هذا اللقاء، وعليه سوف أعطيكم
أن نحكم أربع دقائق للإجابة على الأسئلة. سوف أقوم بتوزيع الكويز الآن. إذا تم توزيع الكويز نرجع بعد، سوف أقطع الصوت، نرجع بعد دقائق لتصحيح هذا الكويز. السلام عليكم. إذا انتهى الوقت ونقوم بتصحيح الكويز سريعا. لا أعرف، أعتقد أن بعض الأخوة والأخوات دائما يقولوا أن الكويز ما يطلع لما يكون من خلال الجوال. لا أدري إذا كان هذا الكلام يعني ينطبق على الجميع أم لا، فنحاول نتأكد من العملية هذه حتى مع الدعم الفني في العمالة. طيب، قلنا السؤال الأول من مظاهر العلاقة بين الإدارة والعلوم الطبيعية ظهور علم جديد، هل هو علم النفس الصناعي وعلم الاجتماع وبحوث العمليات والتنمية الاقتصادية؟ علم النفس الصناعي صحيح هو علم جديد، ولكنه ظهر من خلال العلاقة بين علم الإدارة وعلم النفس، وبالتالي ليست هذه الإجابة صحيحة. الإجابة الصحيحة هي الثالثة، بحوث العمليات. يعطيك العافية أخ صالح. السؤال الثاني، من إيجابيات نظرية الإدارة العلمية؟ هل الاهتمام بالعنصر البشري ككيان اجتماعي ونفسي، أو أن نتائجها مستمدة من التطبيق على مصالح كبيرة الحجم، أو مساهمتها في ارتفاع التكاليف، أو مساهمتها في ارتفاع مستوى الإنتاجية؟ هنا ننتظر بالنسبة للذين أجابوا الإجابة الثالثة، مساهمتها في ارتفاع التكاليف. بالعكس، احنا قلنا من إيجابية نظرية الإدارة العلمية مساهمتها في انخفاض التكاليف، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي الرابعة، مساهمتها في ارتفاع مستوى الإنتاجية. السؤال الثالث، من سلبيات النظرية البيروقراطية، هل التركيز على العلاقات الإنسانية، أو ملامة القطاع الخاص، أو اللامركزية، أو لا شيء مما سبق؟ طبيعة الحال هي لم تركز على العلاقات الإنسانية، وعلى لأنه قلنا هي من السلبيات أنه إيش النظرة الآلية للموظف، وبالتالي لم تركز بتاتا على العلاقات الإنسانية. كذلك هي كانت ملائمة للقطاع العام وليس للقطاع الخاص. إذن وكذلك تحص على المركزية وليس اللامركزية، وبالتالي لا شيء مما سبق، لا شيء مما سبق هي الإجابة الصحيحة. أخيرا، من إيجابيات نظرية شمولية الإدارة، عالجت قصور نظرية الإدارة العلمية، أو ركزت على الإدارة كنظرية يمكن تعلمها، أو كل ما سبق أو لا شيء مما سبق. بطبيعة الحال هي عالجت قصور نظرية الإدارة العلمية، وكذلك ركزت على الإدارة كنظرية يمكن تعلمها، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي كل ما سبق. إذا هذه تقريب يعني الأسئلة المقترحة في هذا الكويز. ننتقل إن شاء الله يوم الاثنين المقبل بإذن الله في لقاء حي سابع، نواصل فيه الحديث عن بعض المراحل الأخرى من مراحل التطور الفكر الإداري. إذا كان هنالك أسئلة أخرى أخواني أخواتي، رجاء تستطيعون الدخول على المنتدى وطرح أسئلتكم، ولا أدري لماذا إلى حد الآن تقريبا لم يتم طرح أي أسئلة على المنتدى، فالمنتدى مفتوح في كل وقت لطرح الأسئلة بطبيعة الحال، حتى يستفيد حتى باقي الأخوة والأخوات من كل سؤال ومن كل إجابة بإذن الله. إذا أشكر لكم حضوركم، نلتقي إن شاء الله يوم الاثنين المقبل. سوف أقوم ببناء اللقاء وأبلغكم بذلك في المنتدى خلال هذين اليومين بإذن الله. شكرا لكم على حضوركم، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.